بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثاني من الـ Developmental Lung Anomalies أو أبنورمات يعني. هنتكلم عن المرة اللي فاتت خدنا الـ Airway والـ Lung Abnormality Developmental. النهاردة هنتكلم بقى عن الـ Vascular Abnormality. هي Developmental Abnormality في الـ Lung، بس هنتكلم عن الـ Vascular Abnormality. النهاردة بتاعت النهاردة فيها جزء كارديولوجي يعني، بس لان الاثنين ريليتد فهنتكلم عليهم في محطه الشيست نخلص منهم يعني. هنتكلم على الابنورماليتي اللي تخص البلمونري فيسلز، اقصد بلمونري ارتري او بلمونري فين. هنتكلم عن الابنورماليتي اللي تخص السيستميك فينز، هتكلم على الاي في سي سوبر فينا كيفا والازايجوس، هتكلم عن الابنورماليتي اللي علاقه بالسيستميك ارتريز اللي هو الاورطه وبرانشاته. فهنتكلم عن البلمونري فيسل ابنورماليتي دي اللي هنتكلم عليها في اول مره. هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن حاجات ليها علاقه بالبلمونري ارتري، حاجه اسمها بروكسيمال انتربشن اوف بلمونري ارتري، وحاجه اسمها ابيرنت ليفت بلمونري ارتري. وهنتكلم عن اتنين ليهم علاقه ب الفينس بلمونري فين اللي هو السيميتار سندروم، وهنتكلم عن حاجه ليها علاقه بالبلمونري ارتري والبلمونري فين اللي هم يشمل الاتنين مع بعض اللي هو اي في ام او البلمونري ارتري فينس مالفورميشن. اول حاجه البلمونري ارتريز، احنا عارفين ان عندنا مين بلمونري ارتري بيطلع من الرايت فنتريكل ويتقسم ل رايت مين برانش وليفت مين برانشز. اول ابنورماليتي حاجه اسمها بروكسيمال انتربشن او كونجنيتال انتربشن اوف ذا بلمونري ارتري، وانا الاسم اللي بفضله هو البروكسيمال انتربشن اوف ذا بلمونري ارتري. والسبب في ده هو ان العيانين دول بيبقى عندهم البروكسيمال بارت بتاع المين بلمونري سواء كان الرايت او الليفت برانشز، الرايت او الليفت مين برانشز مبيبقاش موجود. العيان ده هيطلع بمين بلمونري ومثلا الرايت موجود بس الليفت مش موجود. الليفت مش موجود اللي هو الليفت بروكسيمال بارت، اما الديستال انترا بارينكيمال بارت بيبقى موجود. عشان كده بقول بفضل البروكسيمال انتربشن احسن من كونجنتال انتربشن. ليه؟ لان هو الجزء اللي مختفي هو البروكسيمال بارت بتاع المين بالمونري ايه، من المين بالمونري ارت سواء رايت او ليفت. طيب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟ ممكن يكونوا اسيمبتوماتيك بس ممكن يجوا بريكارنت شيست انفكشن. ليه؟ لان اللنج اللي فيها الانتربتد بالمونري سبلاي بتاعها بتبقى اصغر من اللنج الطبيعي. ليه؟ لان البلاد سبلاي بتاعها اقل فبتبقى اصغر، بتبقى هايبوبلاستيك، والهايبوبلاستيك دي بتبقى عرضه اكتر ان يحصل لها ريكارنت شيست انفكشن. فممكن الولد ده يجي له ريكارنت ايه؟ ريكارنت شيست انفكشن. طيب بشخصه ازاي؟ ببساطه خالص ان انا هلاقي المين بالمونري طلع ادى واحد وما اداش التاني، فلاقي ان في واحد من المين بالمونري برانشز الرايت او الليفت ما بيبقاش موجود. في الحاله دي مثلا الرايت مين بالمونري ارت اللي مش موجود، في الحاله دي الليفت مين بالمونري ارت مين بالمونري ادى رايت والليفت مش ليفت مين بالمونري ارت مش موجود. فالمين بالمونري ارتري ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش نوت فيجوالايزد او ابسنت. المين بالمونري ارتري ده بشخص بيه بروكسيمال انتربشن اوف ذا بالمونري ارتري. في قاعده حلوه قوي بيقول لك ان الانتربتد بالمونري ارتري بيبقى على الكونترا لاترال سايد بتاع الايه، الاورتيك ارش. يعني في الحاله زي دي الاورتيك ارش از رايت سايدد، it is along the right side of trachea. المفروض ان بيبقى الاورتيك ارش بيبقى along the left side، فدي الحاله دي بيبقى رايت سايد اورتيك ارش. يبقى الابسنت هيبقى الليفت بالمونري ارتري، يبقى الابسنت هيبقى الليفت. في الحاله دي اللي هو النورمال بتاعنا اللي هو الاورتيك ارش بيبقى رايت ليفت سايد ده العاديه، يبقى الانتربتد هيبقى الايه، هيبقى الرايت. يبقى ذا انتربتد بالمونري ارتري بيبقى على الكونترا لاترال سايد اوف ذا ايه، اوف ذا اورتيك ايه، اورتيك ارش. لو انا عندي رايت سايد اورتيك ارش يبقى الانتربتد هيبقى ليفت، لو انا عندي ليفت سايد اورتيك ارش يبقى الانتربتد هيبقى ايه، هيبقى رايت. خلاص اللي ياكد ويعضد ان this is approximate interruption و non visualized و absent main pulmonary artery انك تلاقي في الميديستاينم there is a collaterals pulmonary او 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 او, أو multiple vessels كده. this is collaterals bronchial vessels غالبا بيبقوا في bronchial prominent bronchial collaterals دولت. ليه collaterals دولت؟ عشان يعوضوا this interrupted ويسبلاي distal pulmonary branches اللي هم لسه موجودين. فلاقي مع ال absent of the proximal part of the pulmonary artery مش شايف ال proximal part of the pulmonary artery، ولاقي ومعاه كمان الاقي في multiple mediastinal collaterals زي كده، شايفين multiple mediastinal collaterals. ممكن الاقي كمان intercostal collaterals، الاقي intercostal arteries كمان prominent. فديس ار prominent arteries سواء in the mediastinum او inter
انتر كوستال سبيسز، ده يؤكد مع عدم وجود المين بالمونري ارتري، ده يؤكد ان ذيس از ابروكسيمال انتربشن اوف ذا بالمونري ارتري. العيانين دول تتوقعوا ان اللانج بتاعتهم تبقى اصغر، فلو بصيت على اللانج فوليوم بتاع الناحيه دي هلاقيه اتيز هايبوبلاستيك، الناحيه اللي بيبقى فيها بروكسيمال انتربت بتبقى اصغر من الناحيه، لان هي ملهاش بالمونري بلاد سبلاي، البلاد سبلاي بتاعها از انتربت او اقل من الناحيه الثانيه، بتبقى اصغر من الناحيه دي. ودايما اللانج اللي بتبقى اصغر بتبقى مور ليس بيبقى فيها سام سورت اوف فيلينج، لان هي مش ريتد كويس، فبتبقى فيها سام سورت اوف فيلينج، واكثر عرضه ان يحصل له العيان ده يحصل له عنده عنده ريكيرنت تشيست انفكشن. العيانين دولت البلمونري ارتري اللي على الناحيه الثانيه بيبقى هايبرتروفاي. ليه؟ لان كل الدم بتاعه اللي المفروض كان يتوزع على الرايت والليفت راح لايه؟ لوحده من الناحيتين، خلاص الناحيه الثانيه مش موجوده، فكل الارتري اللي طالع من مين بلمونري ارتري رايح في الناحيه دي رايح الناحيه اليمين، فتلاقي ان الرايت مين بلمونري ارتري اللي على الناحيه الثانيه اللي هو اللي موجود بيبقى مور ليس دايليتد، وممكن يبقى في ساينز اوف بلمونري هايبر ايه؟ بلمونري هايبر تنشن. خلاص هتلاقي ان البلمونري ارتري كبير. ليه؟ لان الدم اتوزع بدل ما كان بيتوزع على الرايت والليفت بقت توزع على ناحيه واحده، فادى الى بلمونري ارتيريال هايبرتنشن. وده المكان او الحاجه اللي انا بقول ان كومبليكيشن، ان ممكن اللانج الهايبوبلاستيك دي يحصل فيها ريبيت تشست انفكشن، فلاقي فيه برونكياكتاتيك تشينج زي كده، الاقي فيها كونسوليديشن، الاقي فيها اتليكسس، المهم الاقي فيها ساينز اوف ريبيت تشست انفكشن، لان اللانج ات از ا هايبوبلاستيك مور لايبل فور ريكارنت ريكارنت تشست انفكشن. وزي ما احنا شايفين هي اصغر من ناحيه الايه؟ من الناحيه الثانيه. ده كان البروكسيمال انتربشن اوف بالمونري ارتري، ودي كانت اول اناماليز ليها علاقه بالبالمونري ارتري. تاني اناماليز دي علاقه بالبالمونري ارتري حاجه اسمها ابيرنت ليفت بالمونري ارتري. ابيرنت ليفت بالمونري ارتري معناه ان البالمونري ارتري اللي على ناحيه الشمال الليفت بالمونري ارتري طالع من الرايت بالمونري ارتري، ده بيسموه ابيرنت ليفت بالمونري ارتري. ان المفروض ان الليفت بالمونري ارتري يبقى طالع من المين، مين بالمونري؟ لا، هو المين ادى رايت والرايت هو اللي ادى الايه؟ الليفت. اللفت ده عشان يقطع ويروح الكورس بتاعه بيلف لفه غريبه جدا، يمشي ما بين التراكيه والاسوفجس عشان يطلع من الرايت ويروح ناحيه اللفت، بيمشي ما بين التراكيه والاسوفجس، والحقيقه دي هي دي المشكله بتاعته، ان العيان دولت الارتري اللي هو بيطلع ده بيمشي ما بين التراكيه والاسوفجس، فيزنق التراكيه ما بين اللفت من بالمونري والمين بالمونري ترانك، فيزنق الاثنين مع بعض، فالعيان ده يجي له ايه؟ يجي له سترايدر. العيان ده يتخن لان التراكيه از استيناتيك او فيها سم سورت اوف اكسترنال كومبريشن، فممكن يزنق التراكيه في النص فيحصل سم سورت. الكلام ده بيبقى مشهور جدا في الصغيرين بحاجه اسمها فاسكولار رينج، وده موضوع كبير جدا، ان بيبقى اي فيسلز يجي يلف حوالين التراكيه والاسوفجس ويبدا العيان يشتكي من ديسنيا وسترايدر، نتيجه الفيسل ده بيسموه فاسكولار رينج، من ضمنهم الابارنت ليفت بالمونري ارتري. ليه؟ لان هو عامل زي رينج هو مع المين بالمونري ارتري والمين بالمونري ترانك والليفت بالمونري، يزنق ما بينهم الايه؟ التراكيه، فيحصل سم سورت اوف سترايدر وديسنيا، فيبدا العيان ممكن يشتكي من ديسنيا وسترايدرز، وممكن العيان يشتكوا او يفتكروهم كساينز اوف ازماتيك. طيب كمان ممكن يضغط على الاسوفجس اللي وراه، فممكن العيان ده يشتكي من ديسفيجيا، مش عارف ايه، مش عارف يبلع. فالمهم الكورس الابارنت ده اللي هو محشور ما بين التراكيه والاسوفجس بيبدا يضغط على السراوندنج، يبدا العيان يشتكي من ديسنيا او يبدا يشتكي من ديسفيجيا ايا كان، لان في الاخر اتز ان انومالس كورس للابارنت ليفت بالمونري ارتري. هشخصه ازاي؟ هشخصه ببساطه خالص، ان انا هلاقي ذيس ارتري اللي هو ليفت مين بالمونري طالع من الرايت مين بالمونري، ده الليفت المين بالمونري ارتري بدل ما يتقسم لليفت ورايت لا يتقسم لواحد بس، ولقيت ان الواحد ده ادى الايه؟ ادى ذا ليفت مين بالمونري. اللي ياكد الكلام ده انك تلاقي الفيسلز ده ماشي ما بين التراكيه والاسوفيجس، وده ما فيش حاجه بتمشي مفروض هنا، مفيش حاجه بتمشي ولا ورا الاسوفيجس ولا ورا التراكيه، فما فيش فيسلز يبقى ماشي ما بينهم كده. فلما الاقي كده الفيسلز ده طالع من هنا وماشي ما بين التراكيه والاسوفيجس زي كده رايح سبلاي ليفت لانج، ذيس از ذا مين بالمونري ارتري، ذيس از رايت بالمونري ارتري طالع منه ارتري اهو ماشي هنا ما بين التراكيه ورا التراكيه وقدام الاسوفيجس ورايح سبلاي ليفت لانج، ذيس از ابيرنت ليفت بالمونري ارتري. يبقى الابيرنت ليفت بالمونري ارتري هلاقي ان الليفت بالمونري ارتري مش موجود، وهلاقي ان هو ارايزنج فروم ذا رايت بالمونري ارتري، وهلاقي البالمونري ذيس فيسلز از باسنج بتوين ذا تراكيه اند ايه؟ از باسنج بتوين ذا تراكيه اند اسوفيجس. لما نعمل باريا مسواله للعيانين دولت هلاقي اندنتيشن على الاسوفيجس انتيريورلي، والحقيقه دي الحاجه الوحيده اللي بتعمل اندنتيشن على الاسوفجس انتيريورلي. في فاسكولار رينجز كتيره بتعمل بوستيريور اندنتيشن زي ما هنتكلم عليها كمان شويه، بس اللي يعمل
anterior indentations هو الابيرنت ليفت بلمونري ارتري اللي هو القلبه. الابيرنت ليفت بلمونري ارتري ده الوحيد اللي بيعمل anterior indentation، والسبب في ده ان هو ماشي ما بين التراكيا وما بين الايه وبين الاسوفجس، فيعمل anterior indentation على سموث anterior indentation. اول بشوف السموث ده بعرف ان في سبور اكسترنال كومبريشن، اللي بيعمل anteriorly ده غالبا الايه القلبه، ودي قلبه وده مكان مشهور جدا للايه للايه للاكسترنال كومبريشن بتاع القلبه. كنا قلنا المره اللي فاتت ان القلبه، لو كنت فاكرين المحاضره بتاعت المره اللي فاتت كنت تقول ان القلبه بتبقى اسوشيتد مع سام سورت اوف اير واي انوماليز، حاجه المنظر اللي قلناه ده اللي هو اسمه بريدجنج ايه بريدجنج برونكس. كنت قلت لكم البريدجنج برونكس ده كان بيبقى برونكس اللي بتاعت الناحيه اليمين طالعه من الناحيه الايه من الناحيه الشمال. لو كنت فاكرين المحاضره بتاعت المره اللي فاتت كنت قلت لكم ممكن تبقى اللنج كلها سبلاي باي ذا ليفت مين برونكس، او ممكن تبقى واحده منها سبلاي باي ذا يعني لوبر برونكس هي اللي طالعه بس من الايه من الليفت من الليفت مين برونكس. ده بيسموه بريدجنج ايه بريدجنج برونكس. وده زي ما احنا شايفين الارتري اهو اللي لافف لفه عجيبه جدا طالع، اللي هو البلمونري ارتري طالع من الراي ولافف لفه ابنورمال كورس. ذيس از ابيرنت ليفت بلمونري ايه ليفت بلمونري ارتري. طيب اما الانوماليز اللي تخص البلمونري فينز، الانوماليز اللي كانت تخص البلمونري فين، احنا عندنا اربعه بلمونري فين زي ما احنا عارفين. الاربعه بلمونري فين دول دريننج انتو ذا ليفت اتريوم، دريننج انتو ذا ليفت سايد اوف ذا هارت. البلمونري فينز دول جايبين اوكسجينيتد بلاد عشان يروح للليفت اتريوم اللي هو هيوديه للليفت فنتكل اللي هو هيضخه لبقيه اجزاء الجسم كاوكسجينيتد ايه كاوكسجينيتد بلاد. يبقى البلمونري فينز ار كارينج اوكسجينيتد بلاد، جايين من اللنج كارينج اوكسجينيتد بلاد ورايحين تو ذا ليفت ايه تو ذا ليفت اتريوم. طيب اول الانوماليز حاجه اسمها انوماليز بالمونري فينس ريتيرن. ايه موضوع الانوماليز بالمونري فينس ريتيرن؟ خلي بالكم عشان ده حاجه مهمه، ان الفينس ريتيرن بتاع البالمونري فين ما صبش في الليفت اتيوم. الاربعه بالمونري فينز دولت ما صبوش في المكان بتاعهم اللي هو الليفت اتيوم، ففي مشكله في الفينس ريتيرن بتاعهم. قال له طب يصبوا فين؟ قال لك يصبوا في السيستميك فينز. فالاربعه واحد اول الاربعه بالمونري فينز ممكن يصبوا في السيستميك ارت سيستميك فينز. طب هو ده مشكله؟ اه طبعا مشكله. ليه؟ لان الدم اللي كان جايبه البلمونري فينز ده كان اوكسجينيتد، فدلوقتي هيميكس مع السيستميك فينز اللي هم كارينج دي اوكسجينيتد بلاد، ففي مشكله في العيانين دول. يبقى الانوماليز بلمونري فينس ريتر ان في واحد من او واحد او اكتر من البلمونري فينز ار دريننج انتو ذا سيستميك فينز. اقصد ايه بالسيستميك فينز؟ اقصد بيها سوبيريو فينا كيفا انفيريو فينا كيفا او برانشات سوبيريو فينا كيفا بريكيو كيفاليك انترنال جاجولار، اي حاجه من الحاجات بتاعه السيستميك فينز ار دريننج، او حتى الرايت اتريوم. ما الرايت اتريوم ات از رايت سايد ات از ما سوبيريو فينا كيفا وانفيريو فينا كيفا هيروحوا للايه للرايت اتريوم اللي هو كارينج دي اوكسجينيتد بلاد، سواء كان سوبيريو فينا كيفا او انفيريو اي حاجه من السيستميك فين او اي حاجه من ناحيه الرايت سايد اوف ذا هارت. ذيس از كولد انوماليس بالمونري فينس ريتيرن. لو الاربعه بالمونري فينز دريننج انتو ذا سيستميك فينز ذيس از كولد توتال انوماليس بالمونري فينس ريتيرن. يعني كل الاربعه دريننج انتو ذا سيستميك فينز ذيس از كولد توتال انوماليس بالمونري فينس ريتيرن. ودي مش قصتنا النهارده. ليه؟ لان العيانين دولت لو انتوا شفتوا السايكل بتاعت الهارت هتلاقوها، لو الموضوع كده هتلاقوا ان السايكل از كلوزد. يعني ايه؟ اللنج الرايت اتريوم يضخ الدم للرايت فنتريك، الرايت فنتريك يروح لللنج، اللنج تروح للبلمونري فينز، البلمونري فينز ترجع تاني للرايت اتريوم وهكذا. هو المفروض ترجع للليفت اتريوم، هو بقى ترجع الاربعه هيرجع له الرايت اتريوم، فتلاقي ان الدم عمال يدور في سايكل ايه؟ از كلوزد. خلاص؟ فالعيانين دولت لو معهمش في اس دي او اي اس دي يعملوا شنطه ما بين الاثنين، العيانين دولت هيموت. خلاص؟ فدي مش قصتنا، ده التوتال انومال بالمونري فينس ريتير. اللي هنتكلم عليه هو البارشال انومال فينس بالمونري فينس ريتير، ان لو لقيت واحد او اثنين او ثلاثه من بالمونري فينز ار دريننج انتو ذا سيستميك فينز، ده بيسموه بارشال انومالي بالمونري فينس ريتير. المهم ما يبقوش الاربعه، يعني لو انا عندي واحد بس دريننج انتو ذا ليفت اتيوب ده ما يعتبرش توتال بالمونري فينس ريتير، ده يعتبر بارشل انومال بالمونري فينس ريتير. اللي هنتكلم عليه هو البارشل اللي احنا ممكن ايه اللي احنا ممكن نشوفه. البارشل انومال فينس ريتير ان واحد لثلاثه من البالمونري فينز ار دريننج انتو ذا سيستميك ايه ار دريننج انتو ذا سيستميك فينز. طيب العيانين دول ممكن يكونوا اسيمبتوماتيك، بس ممكن يكونوا مش سيمبتوماتيك وعندهم سام سورت اوف شنط اللي هي ليفت تو رايت شنط. ليه؟ لان دلوقتي الرايت اتريوم ده جاله دم زياده، صح؟
جاله دم تمام من ال... مش هو المفروض بيكاري السوبر فينا كيفا، الدم اللي جاي من السوبر فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا وخلاص. طيب ده جاله سوبر فينا كيفا وانفيرو فينا كيفا، وجاله الدم اللي جاي من من البلمونري فينز كمان. فالعيين دوت بقى فيه اوفرلود على الرايت اتريا، فممكن العيان ده يجي يشتكي من رايت سايدد هارت فيلير لان في عنده اوفرلود. كمان السيركل بقت سام سورت اوف هايبر دايناميك. ليه؟ لان الدم بيروح ويرجع على طول، يروح ويرجع على طول، يروح ويرجع على طول. فالهايبر دايناميك دي ممكن العيان ده يجي يشتكي من تسنيا وبالبيتيشن زي بتاعه الهايبر دايناميك سيركيوليشن. فممكن العيان ده يجي يشتكي من دي، دي سيمبتومز بتاعه انا كده عملت شانتنج للبلاد فروم ذا ليفت سايد اوف ذا هارت تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت. دي سيمبتوم بتاع ليفت تو سايد تو رايت شانت اللي بتبقى مع العيان بتوع بالمونري فينس الثيرد. وكل ما زاد عدد النمبر اوف ذا بالمونري فينز اللي بيفتحوا في الرايت سايد كل ما السيمبتومز بتبقى ايه؟ تبقى اكتر. لو انا عندي ثلاثه بالمونري فينز اكتر سيمبتومز بتاعته تبقى اكتر من لما يبقى عندي واحد من البالمونري ايه؟ من البالمونري فينس الثيرد. طيب عشان اشخص البالمونري فينس الثيرد، عشان اشخص الانوماليز البارش انوماليز بالمونري فينس الثيرد، ببساطه خالص انك هتلاقي واحد من البالمونري فين فاتح في واحد من السيستميك فينز. ماشي؟ اهو لقيت مثلا واحد من البالمونري فين ده، واحد من السبيرو ليفت بالمونري فين رايح فاتح فين في البريكيو كيفالي فين. المفروض ان هو يفتح تحت في الـ في الـ في الـ في الليفت اتريوم، لا ده طلع لفوق ودريننج انتو ده بريكيو كيفالي فين اللي هو واحد من السيستميك فينز اللي هو هيقابل الناحيه الثانيه بريكيو كيفالي ويعمل سبيرو فينا كيف. فده يعتبر بارشل انومال بالمونري فين سيرتر. طيب عشان انا اشخصه كويس عشان او عشان اخد بالي ان في ممكن او عشان اشك ان في ادريز ابارش ان هو البلمونري فينس ارتر، ببساطه خالص انك هتلاقي حاجه فيسل موجود along the along the lateral aspect of the aortic arch. aortic arch بتاعنا اهو المفروض laterally ما يبقاش فيه فيسل خالص. once انك لقيت فيسل along the lateral side of the aortic arch ده اتشك ان ممكن يكون بارش ان هو فينس ارتر. خلاص يبقى الفيسل علامه البارش انوما فينس ارتر انك تلاقي فيسل along the lateral side of the aortic arch. والسبب في ده ايه؟ ان اشهر البارش انوما بالمونري فينس ارتر بتحدث في الليفت ابر لوب اللي هو الناحيه الشمال. فالفين بتاعها عشان وهو طالع عشان يدرين انتو ذا سيستميك فينز بيمشي along the lateral aspect of the aortic arch. وبالتالي اللي خليك تفك ان ممكن تشك ان ممكن يكون there is a partial anomaly pulmonary venous arterial انك تلاقي في vessel along the lateral aspect of the aortic arch. تبدا تفولو ذيس vessels غالبا تشك ان ممكن يكون ده this partial anomaly pulmonary venous arterial. حقيقه الفيسل ده حاجه من اتنين، دي واحده منهم وحاجه هنتكلم عليها اخر المحاضره، انك تلاقي في vascular structure along the left او the lateral side of the aortic arch. aortic arch هنا ما ينفعش يبقى فيه vessels هنا laterally. ده اولهم اللي هو البارش انوم البلفون فينس ارتر. لو لقيت الفيسل ده ابدا الفولو فيسلز ده لفوق ولتحت. لقيت ادي الاورتيك ارش لقيت في فيسل لاترال لي خلاص دي ممكن يكون بارش انوم البلفون فينس ارتر. هبدا افولو ده لتحت لتحت لغايه لما اوصل للهايلم بتاع بتاع اللنج. الهايلم بتاع اللنج المفروض ترتيب الاستراكشر في الهايلم بتاع اللنج، اول واحد البلمونري فين، ثاني حاجه البرونكس، ثالث حاجه البلمونري ارت. ده ترتيب الهايلر استراكشر. طيب العيانين دولت هتبص على الهايلم كده مش هتلاقي البلمونري فين موجود في مكان. ليه؟ لان البلمونري فين ما نزلش لتحت، لا ده طلع لفوق عشان يدرين انتو ذا سيستميك فين. فهتبص على الهايلم هتلاقي الهايلم ما فيهوش بلمونري فين. هتفولو البلمونري فيسز ده الفيسز ده لفوق هتلاقيه دريننج انتو الفين اللي هو بيعدي ده اللي هو البريكيو كيفاليك فين. فده ياكد ان ذيس ابارشال ان هم البلمونري فينس ان ده بلمونري فين ودريننج انتو ذا بارشال ان هم البلمونري فينس. فاهمين الحته دي؟ ان انا لو لقيت فيسل along the lateral side of the aortic arch يبقى ده ممكن يكون بارش انوما بالمونري فينس ارتر. افول الفيسل ده تحت ابص على الهايلم بتاع اللنج. لو بصيت على الهايلم بتاع اللنج المفروض ان اول ستراكشر اول فاسكولار ستراكشر يبقى بالمونري فين، مش هلاقيه في العيانين دولت ما بيبقاش بيبقى فاضي. شايفين الهايلم هنا فاضي، المفروض يبقى هنا مكان الايه؟ مكان البالمونري فين. طب مش موجود، ليه مش موجود؟ لان هو بدل ما ينزل لتحت هو بينزل لتحت يمشي في الهايلم وبعد كده يروح للايه لليفت اتريوم، هو ما عملش كده، لا ده هو خلص رجع هو مشي لفوق عشان يخلص فين في البريك كيفاليك ايه في البريك كيفاليك فين. الكلام ده بيبقى اوضح جدا في 3 دي لما تيجي تعمل 3 دي تلاقي الفيسل ده اللي ماشي along the side of the aortic arch draining into the break كيفاليك فين بيبقى واضح جدا في الماب و 3 دي reconstruction. طيب العيانين دول اتوقع ان هو ممكن الاقي عندهم رايت سايدد يبقى دايليتد رايت سايدد هارت فيلير. ليه؟ لان احنا قلنا ان في ليفت تو رايت شانت ففي اوفرلود على الرايت سايد، فممكن الاقي العيانين دول يبقى عندهم كارديوميجن نتيجه ليه رايت سايدد ايه رايت سايدد هارت فيلير. طيب تاني اشهر واحد
بيحصل او اشهر بارش انوميالي بين الستين حاجه اسمها سيميتار سندروم. والسيميتار سندروم ده مشهور جدا، المفروض ان في اي حد فيكم سمع عنه، اسمه سيميتار سندروم. سيميتار سندروم ده ايه؟ بيبقى البالمونري فين اللي مش بيبقى، احنا قلنا اشهر واحد بيبقى ما بيحصل فيه الليفت سوبيريور، الليفت سوبيريور اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اللي هو مشي ابنورمال كورس، ده ليفت سوبيريور بالمونري فين. اما اللي في السيميتار بيبقى الرايت بالمونري فين، سواء كان سوبيريور او انفيريور او الاثنين، سوبيريور او انفيريور بالمونري، الرايت بالمونري فينز اللي موجودين على الرايت سايد، ايه اللي بيحصل لهم؟ الاثنين السوبيريور او الانفيريور رايت بالمونري فين ينزلوا بقى لتحت، ينزلوا لتحت بدل ما كانوا يصبوا في الليفت اتريوم لا يصبوا في الانفيريور فينا كيف، يبقوا ماشيين كده لتحت يصبوا في الانفيريور فينا كيف. ده تاني اشهر بارشل انومالي بالمونري فينس ريتر، تمام؟ ده بارشل اتس نوت توتال. ليه؟ لان الليفت لانج كويس، الليفت بالمونري فينز كويسين، محدش جه ناحيته. ده الرايت بالمونري فين سواء كانت سوبيريور او انفيريور رايت بالمونري فين دريننج انتو ذا اي في سي. طيب العيانين دول بيبقوا اسوشيتد معاهم ان اللانج الرايت لانج دي البالمونري ارت بتاعها بيبقى هايبو بلاست، فبيبقى عندهم هايبو بلاست بالمونري ارت، وبالتالي اللانج بتاعتهم تبقى اصغر من اللانج الطبيعيه، يبقى عندها هايبوبليزيا اوف ذا لانج، وبالتالي اللانج ده اكثر عرضه ان يحصل لها ريكرنت تشيست انفكشن، وممكن يحصل لهم ريكرنت تشيست انفكشن. عشان كده ليه اسم تاني الموضوع ده اسمه هايبو جينيتك لانج سيندروم او بالمونري فينو لوبر سيندروم. ليه اسمه بالمونري فينو لوبر سيندروم؟ لان العيان ده عنده مشاكل في او عنده انوماليز في البالمونري فين، وعنده كمان البالمونري ارتري هايبوبلاستيك فادى الى هايبوجينيسيس اوف ذا ايه اوف ذا ريتد لانج، عشان كده بيسموه هايبوجينيتك لانج ايه هايبوجينيتك لانج سيندروم. طيب تعالوا نشوف ازاي بشخص سيميتار، وليه منظر مشهور جدا انك تلاقي فيه فيسل along the right side of the heart, right border of the heart. ادي الرايت بوردر اوف ذا هارت، لقيت في فيسل كده، الفيسل الفاسكولار ستراكشر اللي موجود along the right side of the heart. شفت ده الهارت اهو، along the right side of the heart there is a vascular structure, along the right side of the heart is a vascular structure. فانس انك لقيت vascular structure along the right side of the heart ده بيشخص ان ده غالبا this is a scimitar syndrome. This is one of or two of the right pulmonary vein draining into the IVC, into the inferior vena cave. المنظر ده اللي هو بتاع الفيسل اللي بيبقى along the right side of the heart بيشبه السيف التركي ده. السيف التركي ده هو اسمه السيميتار، عشان كده بيسموه سيميتار سندروم. فده منظر مشهور جدا، وبالتالي بارشل انومال بالمونر فينس ستيب، اشهر اثنين بارشل انومال بالمونر فينس ستيب هشك فيهم امتى؟ لما الاقي في فيسل along the left side along the lateral side of the aortic arch، ده بتاع الناحيه الشمال، او انك تلاقي في فيسل along the right side of the heart، ده بتبقى اسمه سيميتار ايه؟ اسمه سيميتار سندروم. لو بصينا هنلاقي ان اللانج اللي على الناحيه اليمين اللي فيها المشكله از ا هايبوبلاستيك او هايبوجينيتيك تو ذا ليفت ايه تو ذا ليفت لانج، تبقى اصغر من الناحيه ايه من الناحيه اليمين. وممكن كمان الاقي ان الهارت از شيفتد تو ذا سيم سايد، لانزر ان اللانج دي ايه قلت، فده بيسموه ديكسترو بوزيشن اوف ذا هارت، لكن الهارت اتزحزح شويه ناحيه الايه ناحيه اليمين. لا مش لازم، بس هو اسوسيشن معاه ان البلمونري ارت بتبقى صغيره، فبيبقى اللنج كمان بتاعها بتبقى صغير، فبيبقى عنده هايبوجينيتيك اسوسيشن، بس مش لازم. انا بشخص سيميتار لو لقيت ان الفيسلز ده اللي هو البلمونري فين اللي على الناحيه اليمين دريننج انتو ذا اي في سي، معاها او معهاش هايبوجينيك هايبوجينيسيس اوف ذا لنج، يعني لو معاها كان بي معهاش خلاص مش مشكله، بشخص برضه سيميتار سندروم. فكره السيميتار هو في الاخر سبارشل انومالي، الهايبوجينيسيس اسوسيشن معاه، تمام؟ طيب اما المشاكل بتاعه البلمونري ارتري والبلمونري فين ده بيسموها بلمونري ارتيريو فينس مال فورميشن. بلمونري ارتيريو فينس فورميشن ان الارتري والفين ار كوميونيكيتنج تو ايتش اذر، بس الاسم بتاع بلمونري ارتيريو فينس مال فورميشن ده مش صح في الحقيقه في البلمونري. ليه؟ لان الكوميونيكيشن ما بين البلمونري ارتري والبلمونري فين بيحصل دايركت. هو ايه الفرق ما بين الاي في ام والاي في فيسترا؟ الفرق ما بين الاي في ام والاي في فيسترا الاثنين ار هاي فلو فاسكولار مالفورميشن، بس في فرق ما بين الاي في ام والاي في فيستو. النايدس لو الارتري كوميونيكيتنج مع الفين ثرو ذا نايدس اوف فيسلز سيربجنس فيسلز، يعني بطريقه غير مباشره، ده يسموه اي في ام. اما لو الارتري از كوميونيكيت دايركتلي وذ ذا فين ذيس از كولد اي في فيستو. فالاي في فيستو ما بيبقاش في اي ما بينهم اي نايدس في النص. العيانين بتوع البلمونري ارتيريو في سمارت فورميشن بيبقوا كده، الارتري مع الفين من غير ما يبقى فيه اي نايدس في النص. طيب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟
ممكن يكونوا اسيمتوماتيك بس ممكن يكون يجوا بمشاكل من الهيموبتسيس. ليه سبب الهيموبتسيس؟ لان الارتري اللي فتح الفين، الفين ده ما بيستحملش الضغط العالي بتاع الارتري، فالارتري ده فالفين ده يبدا يدايليت وممكن مع الوقت يبدا يربش، فيبدا ممكن العيان يشتكي من هيموبتسيس او ممكن يجي يشتكي من هيموثوركس وديزنيا، وعلى النتيجه ليه مشاكل بتاعه الاي في فيستر او الاي في ام عموما، او مشاكل بتاعه الاي في مالفورميشن. لو عندنا سريبرال اي في ام ممكن ترابتشر وبيجي العيان بيتراكرين هي، نفس الكلام لو عنده بالمونري اي في ام. العيانين وده يستحق ان احنا نذكرهم، العيانين بتاع بالمونري اي في ام بيبقى عندهم بيبقوا اسوشيتد مع سام سورت اوف سندرومز مشهورين جدا، اللي هو واحد اسمه هيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا والاوسلر ويبر ريندو. ممكن تلاقي مالتيبل عندهم مالتيبل اي في ام، وبالتالي لو لقيت مالتيبل بالمونري اي في ام لازم تشك ان العيان ده يكون سندروماتيك واحد من الاثنين. كمان برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده ولازم برضو تتكتب او تتقال في العيانين بتوع بالمونري ارتيريوفينس مالفورميشن، ان العيان ده ممكن يحصل له حاجه اسمها بارادوكسيكال امبولاي. يعني ايه بارادوكس؟ حد سمع عن حاجه اسمها بارادوكسيكال امبولاي قبل كده؟ يبقى عيان عنده رايت سايدد بالمونري امبوليزم او رايت سايد هارت ثرومبس، يبقى عنده في الرايت اتيا مثلا ثرومبس. الرايت اتريا ثرومبس المفروض لما تشاور تبعت لايه؟ لو عندي ثرومبس موجوده في الرايت اتريا لما تشاور تبعت لايه؟ نعم؟ لا المفروض نورمالي هتبعت لللنج صح؟ لو عنده عيان عنده دي في تي، بلاش، لو عيان عنده دي في تي لما الثرومبس تروح فين؟ تروح للبلمونري. العيانين دول ممكن يبقى عنده دي في تي ويبعت بلمونري امبلس تروح للبرين، ده بيسموه بارادوكس. ليه عدت اللانج؟ هو المفروض بتمشي لحد ما تروح البالمونري كابيلاريز وترشق فيها فتعمل ايه؟ فتعمل بالمونري امبوليزم. ايه اللي خليها باي باس اللانج؟ ما هي في لانج في النص، فلازم لو هترشق الامبولاس دي هترشق في اللانج. ايه اللي يخليها باي باس اللانج؟ باي باس اللانج لو العيان عنده بالمونري اي في ام، الارتري فتح على الفين، فالفين هيبقى هيدرين هيباي باس اللانج، فالامبولاس تقدر تباي باس اللانج وتروح ترشق للايه؟ للسي ان اس وتعمل برين ايه؟ برين انفاركشن. فدي حاجه الوحيده اللي بيسموها بارادوكسيكال، ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل بارادوكسيكال ايه؟ بارادوكسيكال امبولاي. طيب بشخصه ازاي؟ بشخصها ببساطه خالص، دي سهله، التشخيص سهل جدا، انك تلاقي في ويل ديفايند نيديول رايح لها هايبرتروفايد فيسلز، بس انك تلاقي في فيري ويل ديفايند لانج نيديول از دريننج او سبلاي باي او رايح لها هايبرتروفايد فيدر. يبقى لما تلاقي في تيوبولار ستراكشر رايح ل ويل ديفايند نيديول، ذيس از كولد بالمونري اي في ام، او ذيس از سجستيف او دايجنوستيك لبالمونري اي في ام. فيري ويل ديفايند نيديول راح لها هايبرتروفايد فيسز اللي هو الارتري ودريننج ايه؟ دريننج فين. فلما الاقي ويل ديفايند نيديول وليه هايبرتروفايد فيسز، ذيس از كولد بالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن. العيانين دول زي ما قلنا ممكن يحصل لهم كومبليكيتد باي هيموثوركس او انترا او بالمونري هيمورج، فلاقي ان ممكن يكون عيان ده عنده هيمورج اهو بالمونري هيموثوركس او هاي اوف هاي اتينيويشن، يبقى ذيس از هيموثوركس نتيجه ليه رابشر اوف ذيس بالمونري فينز، ودي كومبليكيشن شهيره للعيانين بتوع بالمونري ارتيريو فينس مالفورميشن. طيب دي كانت الانوماز اللي ليها علاقه بالمونري ارتري او بالمونري فين او بالمونري ارتريو فين. لو بتكلم على انوماليز اللي ليها علاقه بالسيستميك فينز، السيستميك فينز انا عندي سوبيريو فينا كيفا وعندي الانفيريو فينا كيفا اللي قلنا بيدريننج انتو ذا رايت اتريوم، وعندي ذا ازايجوس والهيمي ازايجوس. طيب اول حاجه اسمها ازايجوس فيكشر، والازايجوس فيكشر دي حاجه بنشوفها كتير وتز انسيدنتال فاندنج وتز اسيمتوماتيك. ايه اللي حصل ببساطه خالص؟ المفروض ان الازايجوس اثناء الديفلوبمنت بتاع اللنج بيبقى فوق اللنج خلاص، وبعدين يتزحزح شويه ميديال، وبعد كده ينزل ما بين اللانج والميدياستاين لغايه لما يوصل للتريك برونكل انجل، الانجل ما بين التراكيه والبرونكس المين برونكس، ويتشعلق عليها ويخش فين؟ في السوبيرو فينا كيفا. ده هو ده الازايجوس ارش بتاعنا. العيانين عندهم اكس ازايجوس فيشر دوت اللي بيحصل الزحزحه الميديا الدنيا ما بتحصلش، بيفضل الازايجوس ارش في مكانه بيبقى فوق اللانج، فلما يجي ينزل within the lung، ينزل within the lung زي كده، شايفين المفروض ان هو بيتزحزح كده، فينزل ما بين اللانج وبين الميدياستاين لغايه لما يوصل للبرونكس المين برونكس. العيانين دولت لا، البحزحزحه دي ما حصلتش فنزل وذين ذا لانج، فبقى الازايجوس فين ماشي في اللانج، فعمل خد معاه البلورا فعمل اكسسوري فيشر، بيسموه اكسسوري ايه؟ ازايجوس فيشر او ازايجوس او ازايجوس فيشر على طول. بشخصه ازاي؟ دي بنشوفها كتير، انك تلاقي في اكسسوري فيشر موجود في الرايت ابر لوب، تلاقي في فيشر كده موجود ان ذا رايت ابر لوب، الفيشر اهو نهايته حاجه افويد تيوبلر ستراكشر كده، ده اللي هو الازايجوس ايه؟ الازايجوس فين.
لما الاقي فيشر اكسسوري فيشر موجود ان ذا رايت ابر لوب واخره هو بيبقى فيه بس ده اللي هو الازايجوس فين. ذيس از كولد ده المنظر بتاعه في الاكزيال ايمج. ذيس از ذا ازايجوس فين ماشي بدل ما يمشي هنا لا ده ماشي وذين ذا لونج برين بقى رايح يدرين انتو ذا سوبيريور فينا. ايه سوبيريور فينا كيف ده اسمه ازايجوس فيشر. ده مشهور جدا والاناماليز دي فيري كومن وبنشوفها جدا كتير وتسال انستنت فايندنج وعليها ما بيبقاش فيها معاها اي مشاكل. طيب تاني حاجة اسمها ازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي ويا ريت نركز عشان ده مهم. ازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي ايه موضوع الازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي ده من اسمه كده ان الازايجوس هو اللي كمل بدل الاي في سي. الاي في سي دريننج ذا فينز فروم ذا لور لم خلاص كل اللور هاف اوف ذا بادي از دريننج باي ذا اي في سي بس الاي في سي توقف لسبب ما اللي كمل اللي شال الليله بداله هو الايه هو الازايجوس ايه الازايجوس فين واللي كمل الليله ليه الازايجوس فين هو الكامل لان في العيانين دول بيبقى عندهم انتربشن اوف ذا اي في سي. الاي في سي بيبقى انتربت بيجي بعد الرينال يروح مره واحده مختفي انتربت ما يتخلقش فده يسموه عشان كده اللي بيشيل الليله او اللي بيكمل مكانه هو الازايجوس فين عشان كده بيسموه ازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي او انتربشن اوف ذا اي في سي خلاص. طيب وبالتالي العيانين دول الاقي ان الهيباتيك فينز المفروض يدرين انتو ذا اي في سي الاي في سي مش موجود فيدرين دايركت انتو ذا ايه انتو ذا هارت وبقيت كل الاستراكشرز بتوعه اللور هاف اوف ذا بادي يدرين انتو ذا ازايجوس فالازايجوس يكبر جدا 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 والازايجوس بقى ياخد الدم اللي هو ماشي فيه يفضل ماشي 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 لغايه لما ينتهي فين لغايه لما ينتهي في السبيرو بيناكيفا العادي بتاعه ويخلص فين في الرايت ايه في الرايت ايه ماشي. يبقى هو الازايجوس هو اللي شال او اللي حل محل الايه محل الاي في سي. طيب العيانين دول بيشتكوا من ايه؟ عاده ما بيشتكوش من حاجه ولكن بيبقوا استشهد معاهم كونجنتال انوماليز كتير ممكن يبقى هارت كونجنتال انوماليز والاشهر من دولت بيبقى عندهم حاجه مهمه جدا حاجه اسمها بيبقى استشهد جدا كمان حاجه اسمها هيتيروتاكس او سايتس امبيجوس. ايه موضوع هيتيروتاكس وريت نركز عشان ده موضوع مهم. احنا عندنا النورمال بوزيشن بتاع الاورجانز والهارت وكده بيسموه سايتس سوليدس. طب لو حصل ريفرسال لذيس نورمال بوزيشن ده بيسموه سايتس انفيرس يعني الرايت الهارت يبقى موجود شمال يبقى موجود يمين الاستومك اللي موجود شمال يبقى موجود يمين وهكذا. فالريفرسال اوف ذيس نورمال ستراكشر ذيس از كولد سايتس انفيرس العكس على طول ميرور ايمج ان يمين وشمال وشمال ويمين ذيس اسمه سايتس انفيرس. طيب العيانين اللي هم عندهم هيتيروتاكسي او عندهم سايتس امبيجوس ده بيبقوش كده بيبقى عندهم المكان بتاع الاورجنز مكان غلط. يعني ايه مكان غلط؟ يعني بدل ما الليفر يبقى يمين والليفر يبقى شمال لا المكان يبقى ان الليفر يبقى موجود في النص it is a midline تلاقيه موجود in midline واخد midline position تلاقي الجول بلادر موجودة في النص ده الليفر كده متسنتر في النص والجول بلادر موجودة في ايه في النص. السبلين او الاستومك ممكن موجودة يمين او موجودة شمال مش تفرق خلاص. المهم في مكان غلط والموضوع بس مش يمين وشمال والريفرس ريليشنز لا الموضوع ما بيبقاش كده خلاص. فبيبقى في abnormal position كده بيسموه situs ambiguous مبهم يعني خلاص. ده اول حاجة. حاجة تانية ان في منهم في عندي نوعين من السايتس امبيجوس او الهيتيروتاكس. في عندي حاجة اسمها بوليسبرينيا وعندي حاجة اسمها اسبرينيا. ايه الموضوع ده؟ في نوع من انواع الهيتيروتاكسيا بيبقى عنده السبلين يبقى مالتيبل سبلينيول عشان كده بيسموه بوليسبرينيا سندروم. تلاقيه عنده مالتيبل سبلينيول يسموه بوليسبرينيا سندروم. في نوع تاني يبقى ما عندوش سبلين اصلا يسموه اسبرينيا سندروم. الاسبرينيا سندروم ده بيبقى رير شويه ولان العيان ده عاده ما بيقدرش يعيش لان بيبقى عنده سيفير كونجنتال انوماليز وبيبقى سيفير انفكشن فبيبقى غالبا ما بيعيش وده نادر جدا ان احنا نشوفه. انا ما شفتوش غير مره واحده. اما البوليسبرينيا فبيتشاف كتير جدا جدا يعني احنا بنشوفه كتير اللي هو البوليسبرينيا سندروم. العيانين دول اللي بتوع البوليسبرينيا ليهم اسم تاني اسمه ليفت سايدد ايزومريزم. خلي بالكم كل اسم اللي انا بقوله ده حاجه مهمه جدا ليفت سايدد ايزومريزم. اما العيان بتاع الاسبلينيا اسمه رايت سايدد ايزومريزم. ليه كده وليه كده؟ ليفت سايد ايزومريزم معناه ان هو العيان ده عنده اثنين كل حاجه منها اثنين شمال. يعني العيان ده عنده اثنين ليفت لانج. العيان ده عنده اثنين ليفت مين برونكس. العيان ده عنده اثنين ليفت اتريوم. اثنين ليفت فنتركل. يعني ايه؟ يعني اشوف الاستراكشر الاقي ان الاستراكشر بتاع اللانج اللي على الناحيه الشمال زي الاستراكشر بتاع اللانج اللي موجود على الناحيه اليمين. احنا عارفين ان الليفت لانج ما بيبقاش فيها ماينور فيشر ما بيبقاش فيها غير فيشر واحد. فالعيان اللي عنده ليفت سايد ايزومريزم هلاقي ان الليفت لانج اللي موجود على الشمال ما فيش غير فيشر واحد والليفت لانج اللي موجود على اليمين ما فيهاش غير فيشر واحد. فالعيان ده عنده اثنين ليفت لانج.
العيان ده عنده اثنين ليفت برونكس، في ستراكشر في شكل ليفت برونكس مختلف عن الرايت مين برونكس، فلاقي ان الاثنين عندهم ليفت مين برونكس. العيان ده عنده اثنين ليفت اتريوم، اثنين ليفت فينتريكل، الاثنين فينتريكل تخان وعندهم ماسكولار هايبرتروف، الماسلز بتاعتهم كبيره فعندهم اثنين ليفت فينتريكل، فده بيسموه ليفت سايد ايزومريزم. اما العيان بتاع الاسبلينيا عنده رايت سايد ايزومريزم، عنده كل حاجه اثنين رايت، فعنده اثنين رايت لانج، الاقي اللي على الناحيه الشمال فيها كمان ماينر فيش، فلاقي عندهم اثنين رايت مين برونكس، اثنين رايت اتريوم، اثنين رايت فينتريكل، فكله عندهم كل حاجه منها اثنين، عشان كده بيسموه رايت سايد ايزومريزم او ليفت سايد ايه او ليفت سايد ازومريزم. العيان دول كمان معاهم مشاكل، ممكن يبقى معاهم جات مار روتيشن او نان روتيشن، مش قصته. المهم ده قصه الهيتيروتاكسيا، ماشي. قصه الهيتيروتاكسيا دي مفهوم عشان مهم. هيتيروتاكسيا عند منها نوعين، واحد اسمه بولي سبلينيا سندروم، او الاسم الثاني بتاعه ليفت سايد ازومريزم، وده اللي بنشوفه كتير. الثاني اسمه اسبلينيا سندروم، او بيسموه رايت سايد ايه رايت سايد ازومريزم. طيب بشخص ازاي الازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي؟ انك ببساطه خالص هتلاقي الازايجوس فين بقى اصبح خرطوم، بقى مارك دايليتيشن اوف ذا ازايجوس فين. هتبص كده على الميدياستاينم هتلاقي الازايجوس فين از مارك دايليت. اول ما تشوف الازايجوس فين از مارك دايليت تعرف ان في مشكله في حاجه من اثنين، لا اما السوبيرو فينا كيفا مسدود، لا اما النيفيرو فينا كيفا في مشكله او مسدود. فاول ما تشوف الازايجوس فين بقى دايليتد تبص على السوبيرو فينا كيفا او الانفيرو فينا كيفا. في العيانين اللي عندهم ازايجوس كونتينيويشن بتلاقي الاي في سي از ماركلي دايليتد، وبص على الانترا هيباتيك كورس بتاع الاي في سي مش تلاقوش موجود. المفروض ان الليفر هنا بيبقى فيه هنا الاي في سي موجود في الليفر، خلاص في جنب الكوديت هنا في المكان هنا مش موجود، فبص على الاي في سي مش هتلاقيه موجود في الانترا ابدومينال بورشن بتاعه. فتلاقي او من اول من اول من اول السوبر رينال بورشن بتاعه، من اول باف رينال فين، الاي في سي ما بقاش ايه ما بقاش موجود خالص. ف الازايجوس كونتينيوشن بشخصه بحاجتين، انك تلاقي ماركت دايليتيشن اوف ذا ازايجوس فين اسوشيتد وذ ابسنس اوف ذا سوبرا رينال بورشن اوف ذا ايه اوف ذا اي في سي. الاي في سي ما بيبقاش موجود. ده المنظر اللي بيبقى اسوشيتد معاه البولي سبلينيا سندروم. تلاقي الليفر از ان ذا ميد لاين، ولا واخد يمين ولا واخد شمال، بقى متصدر في النص. تلاقي العيان ده عنده مالتيبل سبلينيول اللي هو بيسموه بولي سبلينيا سندروم، اليمين الاستومك موجود على الناحيه اليمين خلاص، والازايجوس فين طبعا دايليتد. العيان ده عنده اثنين ليفت لانج، ازاي؟ شايفين برونكس دي والبرونكس دي، دي اثنين ليفت مين برونكس. ليه؟ لان الليفت مين برونكس تمتاز ان هي بتبقى طويله جدا وبعد كده تدي برانشات. الرايت مين برونكس اول ما تطلع تروح مطلع برانش على طول، فده منظر بتاع الليفت مين برونكس. فالعيان ده عنده اثنين ليفت ايه؟ اثنين ليفت لانج واثنين ليفت ايه مين برونكس اللي هو بيسموه ليفت سايد ازومريزم. يبقى الازايجوس كونتينيوشن بشخصه ان انا في ماركت دايليتيشن اوف ذا الازايجوس فين، ومعاه ومعهوش الايه معهوش الاي بي سي. قد يكون معاه اسوشيتد معاه بولي سبلينيا سندروم، وممكن ما يبقاش اسوشيتد معاه. خلاص الازايجوس كونتينيويشن بشخصه بالحاجتين، ماركت دايليتيشن مع ابسنس اوف ذا ايه اوف ذا ايه اوف ذا اي بي سي. انتوا عارفين ازاي فرق ما بين الاي بي سي والازايجوس صح؟ في الابدومين التفرقه هو الكروره. المفروض ان الاي بي سي عمره ما يبقى ورا الكروره، الاي بي سي عمره ما يبقى ورا الكروره بتاعت الدايفرام كده. الاي في سي حتى لو هيبقى موجود هيبقى موجود قدام الكروره. الفيسل اللي بيبقى ورا الكروره ذيس از ازايجوس فين. فلما تلاقي في جنب الديسندنج اورتا في فيسل ده مش اكيد ده مش الاي في سي، ذيس از ايه ذيس از ذا ازايجوس ايه ازايجوس فين. في الازايجوس بالدرين في الازايجوس. بيبقى في كونكشن ما بين طيب تالت انوماليز ليها علاقه بالسيستمك فين حاجه اسمها بيرزيستنت ليفت سوبيريو فينا كيفا. ايه موضوع البيرزيستنت ليفت سوبيريو فينا كيفا؟ البيرزيستنت ليفت سوبيريو فينا كيفا ده هو احنا عندنا في الاصل كان عندنا اثنين سوبيريو فينا كيفا، كان عندنا واحد شمال وواحد يمين، كان عندنا الانترنال جاجلر فين مع البريكيو كفايه مع السبكليفيان فين يصب في واحد على الناحيه الشمال، والناحيه اليمين اللي على الناحيه اليمين يصب في السوبيريو فينا كيفا اللي موجود على الناحيه اليمين خلاص. فكان عندنا اثنين سوبيريو فينا كيفا. اول ما تنشا الوصله اللي ما بينهم اللي هي البريكيو كفالك فين الليفت بريكيو كفالك فين، فده يختفي ويبقى الانترنال مع السبكليفيان يعمل يكونوا الليفت بريكيو كفالك اللي يقابل الرايت بريك كفالك ويفتح في سوبيرو فينا كيفا الاصلي بتاعنا، وده خلاص يختفي ويضمحل.
العيانين اللي عندهم بيرزيستنت ليفت سبيرو فيرا كيفا البريكو كيفاليك فين الواسطه دي بتبقى فيها مشكله، سواء كانت بتبقى استينوتيك او انتربتد او مش موجوده خالص، فايه اللي يفضل؟ فيفضل الايه السبيرو فيرا كيفا اللي موجود على الناحيه الشمال اللي هو كان موجود. السبيرو فيرا كيفا اللي موجود على الناحيه الشمال ده بيدرين في حاجه اسمها بتبقى موجوده ورا او انفيرو للهارت، حاجه اسمها كوروناري ساينس. والكوروناري ساينس ده في الهارت ات از ذا مين درينج اوف ذا هارت ذات نفسه، ده بيبقى فيسل فينس درينج موجود في البوستيريور بارت اوف ذا اتريال فنتريكولار جروف وبيدرين انتو ذا رايت اتريوم عادي. ده الفين ده واحد من الفينز بتاعت الهارت. فهو بيخلص كده السوبيرو فينا كيفا ده في الاصل يعني الليفت سوبيرو فينا كيفا بيخلص في الكوروناري ايه سايد. فالعينين دولت يبقى عندهم سوبيرو فينا كيفا ده موجود اللي موجود على الناحيه الشمال ويدرين انتو ذا كوروناري ساينس ويخلص عادي فين انتو ذا رايت اتريوم عادي. العينين دولت عاده ما بيبقاش عندهم مشاكل خالص. اللهم يقول لك associated معهم some sort of congenital heart anomalies. ده بشخصه ازاي؟ ان الاقي في vessel along the lateral aspect of the aortic arch. الاقي في vessel along the lateral aortic arch اهو، الاقي في vessel along the left of the aortic arch. يبقى ال vessel along the lateral aspect of the aortic arch بيشخص حاجه من اثنين او خليك تفكر في حاجه من اثنين، يا اما يكون partial anomaly pulmonary vena certain او ان يكون persistent left superior vena cava. عشان افرق ما بينهم ازاي؟ قال والله الفيسل ده لما تلاقيه تنزل معاه لتحت هتلاقيه مكمل لتحت وكمل مع حاجه اسمها كورونري ساينس اللي بتبقى موجوده ورا الهارت وده خلصان فين؟ في الايه؟ في الرايت اتريوم. اما التاني بتاع البرش ما بينزلش لتحت، ده بيطلع ايه؟ اللي بقى يطلع لفوق. كمان عايز تاكد الكلام ده والله ببساطه خالص تبص على الهايلم بتاع الهارت. لما تبص على اللانج هايلم هناك كنا بنقول ان قدام البلمونري او قدام الفيسلز او قدام البرونكس ما بتلاقيش اي فيسلز، البلمونري فين ما بيبقاش موجود. هنا هتلاقي فيه اثنين فيسلز، البلمونري فين الاصلي اللي هو اصلا كده كده موجود، وكمان الفين ده اللي هو البرزيستنت ليفت سوبيريور فينا كيف. فهتلاقي في الهايلم في اثنين فيسلز، هناك مش هتلاقي ولا فيسلز موجود في الانتيرو ستراكشر فين في الموست انتيرو ستراكشر اوف ذا ايه اوف ذا لانج هايلم. خلاص يبقى ذيس از اول ما تشوف ده تبص على الفين ده تكمل معاه، بص على الهايلم هل في اصلا فيسل ولا في اثنين فيسل. لو ما فيش فيسل يبقى ذيس از بارش انومال بالمونري فينا ستير، لو في اثنين فيسل يبقى ذيس از بريزستنت ليفت سبيرو فينا كيفا. وطبعا لما تكمل مع الفيسل هتلاقيه ده دريننج انتو ذا كورونري ساينس، اما الثاني بيدرين ما بيبقاش دريننج، ده بيدرينج ايه فوق. العينين دول زي ما احنا شايفين في عندهم اثنين فين اهم، وبص على البريكيو كيفاليك ممكن ما تلاقوش موجود خالص، يبقى ما فيش بريكيو كيفاليك فين لان هو في الاصل هو ده السبب، او ممكن تلاقيه شويه استينوتيك او اتينيويتد شويه فهو ده السبب. زي ما احنا عارفين في بريكيو كيفاليك في بيرزست سبير فينا كيفا هنا وسبير فينا كيفا هنا والوصله اللي ما بينهم از شويه اتينيويتد. طيب دي كان العلاقه بال او الانوماليز اللي ليها علاقه بالايه سيستميك فينز. اما الانوماليز اللي ليها علاقه بالسيستميك ارتس دي اخر حاجه وان شاء الله قربنا نخلص. اللي ليها علاقه بالسيستميك ارتس عندي حاجه اسمها ابيرنت سب كليفيان ارتري، عندي حاجه اسمها رايت سايد اورتيك ارش، عندي حاجه اسمها دبل اورتيك ارش، واخر حاجه كمان مع الكوركتيشن اوف ذا اورت. اول حاجه ابيرنت رايت سب كليفيان ارتر. ايه هو الابيرنت رايت سب كليفيان ارتر؟ ان الرايت ان سب كليفيان ارتر بيبقى ليه انوملس كورس. احنا عارفين ان الاستنج ارت الاورتا الاستنج اورتا يخلص يعمل بارش، الارش طلع برانشات، البرانشات اللي بيطلعها اول برانش هو بريكو كيفاليك اللي بيتقسم ليه رايت سب كليفيان وليفت ورايت كومن كاروتيد، وبعد كده يدي الليفت كومن كاروتيد وبعد كده ليفت سب كليفيان. العينين دول بيبقى عندهم رايت سب كليفيان بيقدر ما يطلع من البريكو كيفاليك، لا يطلع من بعد الليفت سب كليفيان، يدي ده يدي بقى الرايت كومن كاروتيد وبعد كده الليفت كومن كاروتيد وبعد كده الرايت الليفت سب كليفيان وبعد كده يدي الرايت سب كليفيان. فالرايت سب كليفيان يطلع كاخر برانش من البرانشات بتاعت الايه بتاعت الاورتيك ارش. المفروض ان اخر برانش من البرانشات بتاعت الاورتيك ارش هو الليفت سب كليفيان، الرايت سب كليفيان يطلع بعد الليفت سب كليفيان. فبعد ما يطلع من الليفت سب كليفيان كده اتحدث شمال شمال جدا عشان يروح ناحيه اليمين، هو رايح سبلاي الرايت ابر ليمب عشان يروح ناحيه اليمين يمشي انومالس كورس. لما بيمشي انومالس كورس بيمشي ورا التراكيه والاسوفجس، يمشي ورا التراكيه والاسوفجس، يمشي وراه ورا الاسوفجس يعني ورا التراكيه والاسوفجس غير القلبه، القلبه كان بيمشي ما بينهم. اما ابيرنت رايت سب كليفيان يمشي وراهم ورا التراكيه ورا الايه ورا الاسوفجس. فده غالبا احنا بنشوفه كتير بيبقى غالبا اسيمبتوماتيك الا لو ضغط على الايه الاسوفجس شويه فعمل سب سورت اوف ديسفيجيا او عمل سب سورت اوف ضغط على التراكيه فعمل سب سورت اوف سترايدر، بس ده نادر لان الانوماليز دي بنشوفها كتير جدا وغالبا بتبقى اسيمبتوماتيك. طيب بشخصه ازاي؟ ببساطه خالص انك هتلاقي في فيسل طالع من الاورتيك ارش وماشي ورا التراكيه ورا الاسوفجس، هلاقي في فيسل
ماشي ورا التراكيه والاسوفجس وطالع من الاورتيك ارش. This is apparent right subclavian. يبقى الاورتيك ارش اهو وطالع منه بس البوستيريور تو التراكيه اند الاسوفجس ماشي بوستيريور اللي كده. This is the apparent right subclavian artery. خلاص this is the aortic arch وده الفيسل اللي طلع بعد الليفت سبكليفيان ارتي ومشي رايح ناحيه الايه ناحيه اليمين ورا التراكيه ورا الايه ورا الاسوفجس. لما اعمل باريا مسواله هلاقي الاندنتيشن بقى بوستيريورلي, فده المور كومن انك تلاقي في بوستيريور اندنتيشن على الايه على الاسوفجس. الثاني في القلب كان بيبقى فيه انتيريو اندنتيشن اللي هو بيبقى ماشي ما بايه ماشي ما بين الاثنين. طيب خلي بالكوا دي حاجه مهمه ان ساعات البدايات بتاع الابيرنت رايت سبكليفيان ارتي بتبقى دايليتد شويه. الدايليتيشن ده بيسموه دايفرتيكولم اوف كاميرال, كاميرال دايفرتيكولم, ان يبقى البدايه بتاعته بتبقى دايليتد. ممكن الدايفرتيكولم ده يكبر ويحصل فيه ثرومبوزس وممكن يضغط على السراوندنج ستراكشر, بس ده مهم ان البدايه بتاعته حاجه اسمها دايفرتيكولم اوف كاميرال. ده الاورتيك ارش وده البرانش اللي طالع ماشي ورا التراكيه والاسوفجس. مفيش حاجه بتمشي ورا التراكيه والاسوفجس فاسكولار ستراكشر. اول ما اشوف فيسل طالع من الاورتيك ارش ماشي كده ناحيه اليمين, ذس از اي apparent right subclavian. لو في dilated proximal portion ده بيسموه dilated proximal portion ده بيسموه diverticulum of a of cameral. طيب عندنا حاجة اسمها right sided aortic arch. احنا عارفين ان الaortic arch تبقى موجودة على الناحية الشمال left side ده normal وعامل indentation على left side of the trachea. لو الaortic arch جي على الناحية اليمين وعمل indentation على right side of the trachea ده بيسموه right sided aortic arch. العينين بتوع رايت سايد اورتيك ارش بيبقى فيري كومن ان يبقى اسوشيتد معاهم ابيرنت ليفت سبكليفيان ارتري. عندهم ابيرنت ليفت, خلي بالكوا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه كان ابيرنت رايت عشان كان الاورتيك ارش از ليفت سايد. اما العينين اللي عندهم رايت سايد اورتيك ارش يبقى عندهم ابيرنت ليفت سبكليفيان ارتري. فيدي البرانش اللي هو ليفت سبكليف هو الاورتيك ارش موجود على الناحيه اليمين, فالانوماليز الارت اللي هيمشي كورس او انوماليز كورس هو الايه الليفت سبكليفين هو اللي يبقى ماشي ايه ماشي ورا الايه ورا التراكيه والاسوفجس. العيانين دوت لما يبقوا والاسوشن ده از فيري كومن مع دايما لما تلاقي فيه رايت سايد اورتيك ارش بص على الابيرنت ليفت سبكليفين ارت, بص على فيسل ماشي ورا التراكيه والاسوفجس. العيانين دوت لما الاورتيك ارش يبقى موجود على الناحيه ايش اليمين والفيسل ده موجود ورا التراكيه والاسوفجس بيفحص التراكيه والاسوفجس ما بين الاورتيك ارش وممكن العيان فعلا يشتكي من ديزنيا وايه وديسفيجيا وسترايدر. بشخصه ازاي؟ ببساطه خالص انك تلاقي التراكيه وتلاقي الاورتيك ارش اباتنج او دينتنج ذا رايت سايد اوف ذا تراكيه. المفروض الاورتيك ارش اباتنج ذا ليفت سايد اوف ذا تراكيه, عامل اندنتيشن على ليفت سايد اوف ذا تراكيه. لما الاقي الاورتيك ارش از اندنتنج ذا رايت سايد اوف ذا تراكيه از اندنتنج ذا رايت سايد اوف ذا تراكيه ذس از كولد رايت سايد اورتيك ارش. بصوا هنا ده الاكس راي بتاعتنا شايفين ده التراكيه وده النوب بتاعت الاورتيك ارش عامل اندنتيشن على الرايت سايد مش الليفت سايد, فده ذس از ا رايت سايد اورتيك ارش عامل اندنتيشن على الاورتيك نوب ده الاورتيك ارش عامل اندنتيشن along ذا رايت سايد. وانس انك لقيت الاورتيك ارش abutting or indenting the right side of the trachea this is called right sided aortic arch. لما تلاقي right sided aortic arch لازم تبص على this is the right sided aortic arch, لازم تبص على الفيسل ده, الفيسل ده اللي بيبقى ماشي ورا التراكيه والاسوفجس. اول ما تشوفه ده this is apparent left subclavian artery, this is apparent anomalous هنا ال left subclavian artery هو اللي ماشي anomalous course, this is called apparent left subclavian. ايوه بالظبط, وممكن يبقى دايليتد ويسموه دايفرتيكولم اوف ايه البدايه بتاعته دايليتد ذيس از ا رايت سايد وده اسمه دايفرتيكولم اوف كاميرا اسوشيتد وذ ايه ابيرنت ليفت سبكليفيان ايه ابيرنت ليفت سبكليفيان ارتي. طيب ممكن الاورتيك ارش بدل ما يبقى يمين وشمال لا ده ممكن يبقى موجود على ناحيتين يسموه دبل اورتيك ارش. يبقى انا عندي اثنين اورتيك ارش, واحد موجود على الناحيه اليمين واحد موجود على الناحيه الشمال. يبقى الاسيندنج اورتا طلع اتقسم ليه اثنين, اثنين اورتيك ارش, واحد مشي على الناحيه اليمين واحد مشي على الناحيه الايه الشمال. ده بيسموه دبل اورتيك ارش. والحقيقه الدبل اورتيك ارش ذا موست كومن سيمتوماتيك فاسكولار رينج. ليه؟ لان الاورتيك ارش انت عندك اورتيك ارش موجود على الناحيه اليمين واورتيك ارش لارج فيسل موجود على الناحيه الشمال وفي النص فاصل ما بينهم الايه فاصل ما بينهم التراكيه والاسوفجس. فبيبقى ذا موست كومن فاسكولار رينج سيمتوماتيك فاسكولار رينج. العيان ده بيشتكي من ديسنيا وديسفيجيا فعلا, ودي حقيقه وفيري كومن ان يبقى عيان دوت عندهم ديسنيا وديسفيجيا. بشخصه ازاي؟ ببساطه خالص انك هتلاقي فيه اثنين ارشز سراوندنج ذا تراكيا اند اسوفجس. هلاقي الاسيندنج اورتا اتقسم لاثنين ارشز, ارش موجود على الناحيه الشمال وارش موجود على الناحيه اليمين, والاثنين اتحدوا مع بعض وعملوا ايه؟ وعملوا ديسيندنج ايه بعد كده عملوا ديسيندنج اورتا. فذيس از كولد دبل اورتيك ارش. هتلاقي فيه ارش موجود على الناحيه اليمين من التراكيا وارش موجود على الناحيه الشمال من التراكيا.
وفعص ما بينهم، شايفين فعص ما بينهم التراكيه ازاي عامل سيفير انديتيشن اوفر ذا ايه اوفر ذا تراكيه. يقول لك ان واحد من الارشز دوت وغالبا اليمين بيبقى اعلى شويه ويبقى اكبر شويه من الناحيه الشمال، اعلى شويه من الرايت ارش اعلى من الليفت ارش ماشي، واكبر شويه من الليفت ارش مفيش مشكله. بس ده المهم ان انا بقول ان ذيس از ادبل اورتيك ارش او دوبليكيت اورتيك ايه او دوبليكيت اورتيك ايه اورتيك ارش. يقول لك ان كل ارش من الارش دول يطلع برانش من برانشات بتاعت الاورتيك ارش. قالوا ان الرايت سايد ياخد برانشين والليفت سايد ياخد برانشين. الرايت سايد ياخد الرايت سب كليفيان والرايت كومن كاروتيد، والليفت سب كليفيان والليفت اورتيك ارش ياخد الليفت كومن كاروتيد وياخد الليفت سب كليفيان. فلما تقطع فوق في سبير ميدياستانا في اول حته قبل ما الاورتيك ارش يظهر، تلاقي حاجه اسمها مشهوره جدا، حاجه اسمها فور فيسل ساين، انك تلاقي فيه اربعه فيسلز كده، الاثنين دولت والاثنين دولت، مين دول الاثنين دولت والاثنين دولت، دولت الناحيه اليمين والناحيه الشمال. انت لما بتقطع في سبيرو فيناكيفا في سبيرو ميدياستاينم بتلاقي ثلاثه ستراكشرز ورا بعض، هنا لا هتلاقي تحولوا الى فور فيسل ساين، اثنين يمين واثنين ايه شمال، ودول بيبقوا مع السن مع الايه مع العينين بتوع الايه دبل ايه دبل اورتيك ارش، اثنين اورتيك ارش اهم كل واحد منهم طلع برانشين يدي منظر بتاع الفور فيسل ايه فور فيسل ساين. ماركت اندنتيشن اوف ذا تراكيا اند اوسوفيكس. اخر حاجه هو الكو اركتيشر اوف ذا اورتا. ايه موضوع الكو اركتيشر اوف ذا اورتا؟ ان بيحصل في كونجنيتال ناروينج اوف ذا ديسندنج اورتا في البروكسيمال بارت بتاع الديسندنج اورتا. في بدايه الديسندنج اورتا او ما الديسندنج اورتا يبدا يحصل فيه سيفير ناروينج كونجنيتال ناروينج للديسندنج اورتا. الحقيقه المكان بتاعه بيبقى بعد الليفت سب كليفيان ارت، يعني بعد ما الاورتيك ارش طلع الليفت سب كليفيان على طول يبدا يحصل الايه السيفير كونجنيتال ناروينج. في منه نوعين، نوع اسمه بري داكتال تايب ونوع اسمه بوست داكتال تايب، على حسب الناروينج ده هل هو بعد الليفت سب كليفيان بس قبل الداكتس ارتيريوزس، دي داكتس ارتيريوزس ففي ناروينج قبليه، ده بيسموه بري داكتال تايب وده مش قصتنا النهارده. اما النوع اللي احنا بنشوفه وممكن نشوفه في الكبار شويه اللي هو بيسموه بوست داكتال تايب، ان هو حصل بعد ما كان الارايزنج بتاع داكتس ارتيريوز اللي هو السيفير ناروينج ده اللي هو بيسموه بوست داكتال تايب او بيسموه ادلت تايب اوف كو اركتيشن اوف ذا اورتا. ليه؟ لان هو ده ممكن نشوفه العينين بتوع بري داكتال تايب غالبا بيدايجنوز ايرلير وبيبقى عندهم مشاكل ثانيه وقصه ثانيه مش قصتنا يعني. اما العينين بتوع البوست داكتال تايب ممكن العيان يعيش شويه لغايه لما نشوفه في سن ادلت. خلاص؟ طيب العيان ده بيجي يشتكي من شكوى مشهوره جدا. هيدك وهايبرتنشن، لان في ناروينج موجود في الاورطه، ده اول حاجه. كمان حاجه مهمه ان الهايبرتنشن ده بيبقى مختلف في الابر ليمب عن اللور ليمب. ليه؟ لان الابر ليمب كويس مفيش اي ستينوزس رايح، كل البرانشات اللي رايحه للابر ليمب كويسه، كل البرانشات بتاعت اورتيك ارش ما فيهاش منها مشكله. اما اللي رايح لور ليمب فبيبقى ايه؟ بيبقى في اختلاف بالهايبرتنشن، في اختلاف حتى في البالبتيشن بين فوق وايه؟ وتحت، البلس بيبقى فوق اقوى من ايه؟ من حس البلس تحت. فدي مشاكل مشهوره للعين بتوع الكوركتيشن اوف ذا اورت. هو السؤال السيفير ناروينج ده اللي حصل بعد الايه بعد البرانشات بتاعت الاورتيك بعد البرانشات بتاعت الاورتيك ارش، ايه اللي خلى الاورتيك ارش يملى؟ ايه اللي خلى ديستالي الاورتيك ارش يملى؟ ما انا عملت سيفير ناروينج. اللي خلى الاورتيك ارش ديستالي يملى في وجود كولاترالز، في مالتيبل كولاترالز هي اللي تملى الايه؟ هي اللي تملى بقيه الديسندنج اورتا، وهي كل اللور هاف بتاع البادي معتمد على ديس ايه؟ على ديس كولاترالز. خلاص؟ بشخصه ازاي؟ تشخيصه سهل جدا، انك تلاقي في سيفير كونستريكشن او سيفير ناروينج موجود في البروكسيمال بارت بتاع الديسندنج اورتا بعد البرانشات بتاعت بعد الليفت سبكليفيان ارتي مباشره. هتلاقي في سيفير فوكال ناروينج موجود في البروكسيمال بارت اوف ذا ايه اوف ذا ديسندنج اورتا. شايفين السيفير ناروينج ده الموجود، السيفير كونستريكشن او سيفير ناروينج اللي موجود، ذيس از بيشخص كو اركتيشن اوف ذا اورتا. مطلوب منك تقول الكونستريكشن ده او الناروينج ده عامل قد ايه اليومنال ريدكشن، 90% 80% اليومنال ريدكشن، وقد ايه من الاوريجن بتاع الليفت سب كليفيان، المسافه ما بينه وبين الليفت سب كليفيان قد ايه، تقدر تقيس دي وتقول فوق الناروينج ده مقاسه قد ايه او عامل قد ايه اليومنال ريدكشن. مهم انك عشان تشخص الكوركتيشن اورت اوف ذا اورتا مع وجود السيفير ناروينج في البروكسيمال بارت انك تلاقي ذيس كولاتر. These multiple collateral، شايفين؟ This is internal memory collateral، multiple mediastinal collateral، multiple chest wall collateral. فده من ضمن الحاجات المهمة جدا انك تشخص بيها الكوركتيشن اوف ذا اورتا. في الاكس راي بيحبوا يسألوا الساينز بتاعت الكوركتيشن اوف ذا اورتا في الاكس راي. يقول لك ان الكوركتيشن اوف ذا اورتا يدي منظر حاجة اسمها فيجر اوف 3. ايه موضوع الفيجر اوف 3 ده؟ الاندنتيشن ده هو الايه؟ ده الديسندنج اورتا، الاندنتيشن ده هو الايه؟ هو ده الناروينج،
وقبليه في دايلاتيشن اللي هو بتاع النوب بتاعت اورتيك ارش، وبعديه في سام سورت اوف دايلاتيشن بيقولوا ان ذيس از بوست داكتال بوست بوست سينوتيك دايلاتيشن. بعد الاستينوز بيبقى فيه حته شويه دايلاتيشن. فايه ده المنظر فيجر اوف ايه اوف 3. كمان يجي يقول لك ان في سام سورت اوف ريب نوتشنج موجود، ذيس از كولد انفيريور ريب نوتشنج. الانفيريور ريب نوتشنج ده سببه ايه؟ سبب وجود الكولاترالز الانتركوستال ارتريز. لما تكبر تبدا تجروف الانفيريور اسبيكت بتاع الريبس وتعمل سام سورت اوف ريب نوتشنج موجود. هقول لكم اوريكم منظر ريب نوتشنج. شايفين الريب نوتشنج ده؟ لا، الانفيريور اسبيكت بتاع الريبس از ايه از نوتشد كده انفيريورلي، وده نظر لوجو. شايفين مالتيبل ميدياسال ايه مالتيبل انتركوستال كولاترالز دايريتد تورتشوس. ففي عيان دول بيبقى معاهم مالتيبل كولاترال، سواء كان في الانتركوستال سبيس، سواء كان في الميدياستينم انترنال ميموري، سواء كان اراوند ذا سكابيلا. كل دول تلاقي كولاترالز بشكل كبير جدا از دايريتد، وده منظر الانفيرور ايه الانفيرور ريب ايه الانفيرور ريب نوتشنج. الحقيقه وجود الكولاترال از امبورتنت او اسينشال عشان تشخص الكوانتيفيكيشن اوف ذا وورد. عدم وجود كولاترال في وجود الكونستريكشن اللي انت شايفه في بدايه ديسيندنج اورتا، ده ما بيسموهش كواركتيشن، ده بيسموه سودو كواركتيشن. السودو كواركتيشن هو شبه الكواركتيشن بالظبط، ولكن الاختلاف ان بيبقى ما فيهوش كولاترال، ده بيسموه سودو كواركتيشن. يبقى مع وجود الكواركتيشن او مع وجود اليومنا ريدكشن في بدايه الديسيندنج اورتا، لازم تبص على وجود كولاترال. لو معاه كولاترال ولا معهوش كولاترال، لو معهوش كولاترال يبقى ذيس از سودو كواركتيشن، لو معاه كولاترال ذيس از ا كواركتيشن. والحقيقه السودو كواركتيشن ما بيبقاش سيفير ناروينج، وما بيبقاش عامل يومنا كومبرومايز، عشان كده ما بيبقاش معاه كولاترالز، وده بيشخص بيها السودو ايه بيشخص بيها السودو كواركتيشن. يبقى احنا كده اللي خدناه في المحاضره النهارده ايه اللي خدناه؟ خدنا انوماليز ليها علاقه بالبلمونري فيسلز، بالمونري ارتك. اتكلمنا عن البروكسيمال انتربشن اوف ذا بلمونري ارتك، انك ما تلاقيش واحد من الرايت او الليفت مين بلمونري ارتريز، وقلنا القاعده بتاعته ان هو بيبقى along the contralateral aspect of the ايه of the aortic arch، وممكن تلاقي فيه معاه ميدياستينال ايه ميدياستينال كولاترالز بروميننت فيسلز. اتكلمنا عن الابيرنت ليفت سبكريفيال او القلبه ابيرنت ليفت بلمونري ابيرنت ليفت بلمونري ارتري، وعرفنا ان الليفت من البلمونري ارتري بيبقى طالع من الرايت ويبقى ماشي انوماليس كورس ما بين التراكيه وبين الاسوفجس، وده قلنا الوحيد يكاد يكون الوحيد اللي عامل انتيريور اندنتيشن على الايه على الاسوفجس. اتكلمنا على البارشل انوماليس بلمونري فينس تيرن، وقلنا اشهر الاثنين انك تلاقي اللي هو بيبقى موجود على الناحيه الشمال اللي بيبقى along the lateral aspect of the aortic arch وتفولو ات، مش هتبص على الهاي لما تلاقيه از امتي، بتطلع لفوق تلاقيه دريننج انتو وان اوف ذا brachiocephalic veins. و الثاني الشهير اللي هو اسمه سيميتار، انك تلاقي في فيسل along the right sided او along the right border of the heart وهتلاقيه draining into the inferior vena cava. وقلنا ممكن يكون معاه associated معاه hypogenesis او hypoplastic للبلمونري ارتي وhypogenesis lung، عشان كده بيسموه hypogenetic lung syndrome. اتكلمنا عن pulmonary arterial venous malformation وعرفنا ان الاقي فيه well defined nodule supplied by the tubular feeder hypertrophied vessels this is pulmonary AVM. وقلنا خلي بالك من الكومبليكيشن بتاعتها الهيموثوركس. اتكلمنا على الانوماليز اللي ليها علاقه بالسيستميك فينز، اتكلمنا على الازايجوس فيشر اكسسوار فيشر موجود ان ذا رايت ابر لوب اللي اخره بيبقى الازايجوس فين. اتكلمنا على الازايجوس كونتينيويشن اوف ذا اي في سي، انك تلاقي في دايليتد ازايجوس ومعهوش suprarenal absence of the suprarenal portion of the IVC، وممكن يبقى معاهم هيتيروتاكسيا left sided isomerism polysplenia syndrome. اتكلمنا عن ال persistent left superior vena cava، انك تلاقي في vessel along the lateral aspect of the aortic arch withdraining into the coronary sinus. لو بصيت في الهايلم هتلاقي فيه اتنين vessels البلمونري فين مع البرزيستنت ليفت سوبيريور فينا كيفا. اتكلمنا عن السيستميك ارتز انومالي، اتكلمنا عن ابيرنت رايت سبكليفيان ارتري اللي بيبقى ماشي فيسل بيبقى ماشي ورا الايه التراكيه والاسوفجس طالع من اورتيك ارش، وقلنا ممكن بدايته تبقى دايليتد يسموه دايفرتيكولم اوف كامرال. اتكلمنا على الرايت على الرايت سايد اورتيك ارش والفيسلز الابنورمال بتاعه اللي هو ابيرنت ليفت بالمونري ليفت سبكليفيان ارتري. اتكلمنا على دوبليكيتد اورت او دبل اورتيك ارش، وقلنا انه بيبقى رايت وليفت اورتيك ارشز، وقلنا ان كل واحد من دول بيطلع برانش يعمل حاجه اسمها فور فيسل ساين. اتكلمنا عن اخر حاجه الكواركتيشن اوف ذا اورتا، وعرفنا ان الكواركتيشن اوف ذا اورتا بيبقى سيفير ناروينج بيبقى ماشي في بدايه الديسيندنج اورتا، ولازم يبقى معاه مالتيبل شيست كولاترال سواء انتركوستال سبيسز او في ميدياستينم او اراوند ذا سكابيلا. وجود الكولاترال از اسينشال عشان يفرقوا بينه وبين سودو كواركتيشن. ان شاء الله المره الجايه ناخد التركيه بدايه الايروي التركيه ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال؟